والشوق منا فاض مدى صلواتنا وسلام. أعزائي المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمير الخير. أول حاجة عايزة أقولها لكم، كل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة وخير يا رب، وبركة ورزق وكل حاجة حلوة في الدنيا. رمضان شهر الرحمة والكرم، إن شاء الله فاضل لنا يوم على رمضان، يا رب الأمة الإسلامية كلها تكون بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنكلمكم عن موضوع رمضاني قوي وموضوع قلبي قوي، وهو فيه إزاي يكون في معية ربنا عز وجل. الله عز وجل بيكون ولي للمؤمن، ربنا ولي، ربنا اللي متولي قلبي ومتولي كل أموري في الدنيا سبحانه وتعالى. فربنا ادانا كمؤمنين قوة اسمها قوة الاستعانة بالله، يا رب انت المعين، يا رب انت اللي ليا في الدنيا. وانا هحكي لكم بس على قصة بسيطة لسيدنا موسى مع ربنا عز وجل. سيدنا موسى كان كليم ربنا، فبيقول لربنا يا رب انا مريض، كان مريض جدا وبطنه بتوجعه قوي، فربنا عز وجل اراد اللي هو ياكل عشبة كلأ، اسمه كلأ، فلما كلوا ربنا شفاه عز وجل. فبعد فترة بطنه وجعته تاني، فراح من نفسه كل العشب ده، فبطنه وجعته أكتر والمرض ازداد عليه أكتر. فقال لربنا يا رب انتفعت بالعشب ده المرة الأولانية، والمرة التانية ازداد المرض، إيه اللي حصل؟ فربنا عز وجل قال له إيه؟ بص بقى عظمة المولى عز وجل. قال له المرة الأولانية لما قلت لك رحت من عندي ورحت العشب كلت منه، المرة التانية رحت من نفسك وكلت العشب. الاستعانة بالله، ربنا بيعلمنا وبيعلم سيدنا موسى عليه السلام، لما تيجي تستعين استعين بيا، لما تيجي يبقى عندك حاجة لازم تتوكل عليا سبحانه وتعالى. قال له يا موسى الدنيا كلها سم قاتل وأنا ترياقه، اسم الله عز وجل هو العلاج سبحانه وتعالى. يعني احنا دايما كمؤمنين بنقول في أي حاجة يبقى فيها بركة، وأمهاتنا ربنا يبارك فيهم، بسم الله، ولما نحس بدي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوة الاستعانة، قوة المحبة بيننا وبين ربنا عز وجل. فالنهاردة هنكلمكم عن قوة الاستعانة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوة الاستعانة بالله عز وجل بيها وفي كل شيء في الدنيا، مع شيخنا الجليل الشيخ مصطفى الأزهري من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفنا ومنورنا. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بصحة. والسادة المشاهدين بألف خير وبصحة وبجمال. ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب، إحنا داخلين على شهر كريم والناس كلها عمالة يعني تقول إحنا إزاي هنقرأ قرآن؟ وعمالين يقسموا القرآن أجزاء. بس في الحقيقة إحنا معظمنا ما نعرفش ليه القرآن سمي قرآن، فعايزين حضرتك تقول لنا ليه القرآن بالذات سمي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا وطب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وحب ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد الحقيقة يعني أنا بتابع حضرتك ومش وقت الثناء والمدح، وأنا شهادتي مجروحة، موضوعاتك عميقة وهادئة ومطمئنة للنفس ومفيدة، ربنا يبارك فيك وفي برنامج الأستاذ أمير. مهم، ده سؤال مهم جدا، لأن احنا بنتعامل مع الإسلام بشكل تقليدي، يعني خلاص احنا مسلمين لكن فعلا سؤال ما حد سأل نفسه لماذا سمي القرآن بهذا الاسم. صحيح. قرآن، العلماء طبعا علماء اللغة والمعاجم لهم يعني تعريفات كثيرة، هنعرف في السادة المشاهدين من هذا التفصيل، لكن معلومة بسيطة، القرآن سمي ودي برضو من تعريفاتهم قرآن، لأن بيضم سورة وراء سورة حتى يجتمع فيكون مقروءا. ده ملخص سريع جدا وعابر لمفهوم قرآن.
ثم معنى آخر أنه نزل ليقرأ، لأن أول ما نزل من القرآن بلفظ القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق. صحيح. فما نزل القرآن ليهمل، إنما ليقرأ كنص يحمل الأوامر والنواهي والتوجيهات والتشريعات. صحيح. ثم ليطبقه أو ليتمثله المسلمون في كل تفصيلة من تفصيلات حياتهم. سبحان الله. طيب يعني القرآن معناه كي يقرأ. نعم. يعني ما نسيبهوش طول السنة. ده المعنى العملي، الترجمة العملية. ما نسيبهوش طول السنة ونقعد نقرأ بس في رمضان. شوفي، هو مسألة إن إحنا نسيب القرآن، المسلم ما بيسيبش القرآن، المسلم يحمل القرآن، لكن أنواع هدر القرآن يعني العلماء تكلموا فيها كثيرا، والإمام ابن القيم. الفكرة مش في التعامل مع القرآن كأوراق مصحف أو تجميع آيات للحفظ في القلب، طبعا ده مطلوب، تعاهدوا القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كده، فإنه أشد تفلتا من أحدكم من الإبل في عقالها، يعني عايز دايما مراجعة وتلاوة على مستوى التلاوة، من يريد أن يتلو ومن يريد أن يحفظ ويجمعه في قلبه. لكن لما نقرأ عن سيدنا عمر الفاروق، واحد في هذا المقام من الصحبة، والخليفة الثاني الرسول، لو قولي في عمر ما تقول رضي الله تعالى عن الفاروق، يحفظ سورة البقرة في 10 سنوات، 10 سنين، هي مش قادر يحفظ القرآن، لكن ما قرأ آية إلا جرب نفسه فيها وإلا طبقها في واقع. حلاوة القرآن أو بركة العلم العمل. أيوة. بركة القرآن العمل، وإلا صحيح. بنقول دايما اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. متى يكون حجة لنا؟ إذا عملنا وأخلصنا تقبل الله. صحيح. حجة علينا لا سمح الله ولا قدر الله أن نعرف ونسمع ونعطل العمل. طيب إحنا لما بنيجي نقرأ القرآن بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس، في ناس بتغفل عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ناس بتقول أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي على طول. لكن الله عز وجل أمرنا اللي إحنا لو نوينا نصلي أو نوينا نقرأ القرآن لازم اللي إحنا نستعيذ. بس قبل ما نقول له ليه استعيذ، عايزين نقول له معنى الاستعاذة. يعني أعوذ بالله من الشيطان، إيه هي الاستعاذة؟ أعوذ، أعوذ يعني ألوذ، ألتجئ، أفر. هذه الكلمة حمالة لكل معنى الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. هتاخد معنى واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام بالله، الاستمساك بحبل الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. ثم إن هذا العدو الذي أستعيذ بالله منه، أفر إلى الله من وسوسته ونفخه وهمزه ولمزه ومكائده ومداخله إلى آخره، ليس عدوا سهلا، لأن نص العداوة، عشان أستعيذ لازم أبقى عارف أنا ههرب من مين، يعني عدو أنا أقدر عليه خلاص من له. صحيح. إنما عدو بهذه الشراسة وهذا التربص وهذا التنمر. صحيح. لبني آدم، لابد له من سند قوي، أو لي أنا الذي أستعيذ يعصمني منه. فبقدر قوة الذي أستعين به على الشيطان يكون دحر هذا المخلوق اللي هو رمز الشر في العالم. صحيح. فكيف إذا استعدت برب العالمين، ربي ورب الشيطان الذي خلقه، من لأي شيطان أن يعني يوسوس الإنسان إذا اعتصم الإنسان بربه ولجأ إليه فأعاذه سبحانه وتعالى. فالاستعاذة لجوء، طلب التعوذ وطلب اللجوء وطلب الفرار إلى الله. الحقني يا رب، أنا داخل على معركة حقيقية مع أعدى أعدائك الذي قلت عنه إن الشيطان لكم عدو. تعملوا معاه إيه؟ فاتخذوه عدوا، ده نص قرآن. صحيح. فتصور المعركة مع إبليس ابتداء وذريته يخليني أفهم معنى الاستعاذة وأستعد وأتسلح بها قبل الدخول على نص كلام الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لأن القرآن ده هو السلاح الذي سأدخل به المعركة. قال تعالى وجاهدهم به جهادا، ليس كأي جهاد، جهادا كبيرة. إذا المعركة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنقى القلوب في هذا الكون، ما نزل القرآن إلا ليثبت فؤاد النبي
شوفي بقى فؤاد النبي وقيمته عند الله سبحانه وتعالى، علاقته بالقرآن كذلك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. لا قصة كبيرة يا أستاذ أمير. طيب حضرتك جبت لنا سيرة القوة، يعني المؤمن بيعتصم بالله عز وجل، نعم، من عدو يمكن هو مش شايفه، عنده كفاءة تانية مش عند الإنسان. طب لما الإنسان بيخاف من عدو هو شايفه، ومعرفش هو بيبقى كسل ولا بيبقى هو مش فاهم أو مش عارف، قوة الاستعانة بالله عز وجل على واحد يمكن يكون أقوى منه في الدنيا. فعايزة بس حضرتك تقول لهم أنا استعنت بالله على الشيطان وممكن أستعين بيه على ظالم أو واحد بيظلمني في أي حاجة في الحياة. شوفي هو هي علاقة متشابكة، علاقة الشيطان الخفي عن الأعين اللي احنا مؤمنين طبعا بوجوده، صحيح، بما جاء في القرآن والسنة، يعني هي لها علاقة ولها خط اتصال مع شياطين الإنس. يعني في شياطين الإنس بنص القرآن، صحيح، اللي بنشوفهم، أيوة، في حياتنا، نعوذ بالله من الاثنين يعني. وكذلك جعلنا، شوفي بقى الآية دي، وكذلك جعلنا، مش ليا ولحضرتك، ربنا يعصمنا ولا الاستاذ محمد عزب في ولا الساده المشاهدين، ربنا يعصمنا جميعا من الشيطان الرجيم، انما للانبياء نفسهم. وكذلك جعلنا لكل شوفي كلمه لكل الشمول، كل الانبياء، صحيح، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين مين؟ اما نقول كلمه شياطين نبدا بالجن، لا، بدأ بالإنس. شوف الخطورة، شياطين الإنس، والآية تانية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بيعملوا كده فوق إرادة الله، فيش حد فوق إرادة ربنا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. كل هذه منح وكل هذه عطايا، كل هذه أسلحة يسلح بها الله المؤمن حتى ظل في اعتصام من هذا العدو المتربص اللعين الشيطان الرجيم. يعني ما يخافش من اي حد يمكر بيه، ربنا معاك عز وجل. هو انت قلتي لفظ برضه في القران، ويمكرون، ها ويمكرون، وانت متروك في الهواء في العراء، لا، ان كنت مؤمن فاعلم ان الله سيمكر لك سبحانه وتعالى، بس والله خير الماكرين. هو بيمكر الانسان على قد قوته، صحيح، لكن كيف اذا مكر الله به؟ على قد قوته، وأن القوة لله جميعا. ما القرآن بيسلم بعض يعني بيفسر بعض ببعض، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، صحيح، وكل مخلوقاته، صحيح، وكلها ذرات في الهواء، والقاهرة فوق عباده سبحانه وتعالى. نعم. صحيح. طيب هناخد مكالمة. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مع حضرتك مدام صح. أهلا وسهلا، تفضلي. ممكن أسأل بس حضرتك شيخ سؤال؟ طبعا، تفضلي. انا عايزه بس اساله، وعايزه اتعبد ازاي لربنا في رمضان في فتره الحيض، لان للاسف الفتره دي بتبقى طويله جدا عندي، فانا ما بقاش عارفه ازاي اتعبد لربنا فيها. نعم. طيب حضرتك عايز تسالها على حاجه؟ لا خلاص. شكرا جزيلا يا حبيبي، بارك الله فيك. هناخد مكالمه تاني. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. ام محمد اتفضلي. انا لو سمعي معايا ابني توفى من 9 أشهر، وعنده كان عنده 12 سنه و8 شهور وتوفى متكهرب، فهل كده يعتبر شهيد وهو ما كانش لسه بلغ الحلم؟ وانا كنت يعني الحمد لله انا ماشي تحت ربنا، بس يعني كنت مكسر فعبادة ربنا يعني في الاخر، وكنت مذنب، فهل ده عقاب من ربنا؟ وفي ناس بتقول ربنا بيحبك علشان ابتلاكي، وانا تعبانه وما عنديش صبر، ودايما اختي الصغيره عندي 11 سنه بتحلم ان هو في الجنه وبيجينا يقول انا في الجنه، تقول نرجع يا محمد عندنا ثاني، يقول لا انا في النعيم ما اقدر ازحش عندكم الدنيا ثاني. الله. فهل احلامها دي حقيقي ولا يعني؟ وانا دايما يعني لو نهار ابكي عليها، وانا مش تعبانه لان انا كنت متعلقه بيه قوي، وكان حياته ربنا هو ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، سنين وهو بيصوم رمضان معايا ما شاء الله. الله كان بيرضى يفطر، كان بيلعب كوره واقول له يا محمد افطر انت مش عارف صيام، يقول لي لا يا ماما انا هصوم معاك زي ما انت صايم. فهل هو اتزاز عن الصيام اللي هو فيه، وان هو بيجي لاخته باحسن صوره بيقول لها انا في الجنه؟ حاضر انا في الجنه. حاضر يا حبيبتي، ربنا يصبرك ويربط على قلبك. هناخد اتصال تاني. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خديجه من الجزائر. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بألف خير، ربنا يعزك.
اتفضلي يا حبيبتي. والله اشكرك يا استاذه اميره على استضافه الشيخ مصطفى الازهري. ربنا يعزك، شرف لينا، ربنا يكرمك، ربنا يعزك يا رب. شكرا جزيلا. وانا اقول له كل عام وانت بخير، ونورت البرنامج اميره خير. ربنا يعزك، شكرا جزيلا. اهل الجزائر كلهم بخير. طيب عندي سؤال ممكن؟ اه طبعا اتفضلي. في مخوض الاستعاذه في اذكار الصباح نقول اعوذ، اللهم اني اعوذ من نفسي ومن الشيطان. لماذا قدم النفس على الشيطان؟ بعد اذكار الصباح. حاضر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ربنا يكرمك. احنا كده مش هنقدر، ماشي مكالمات كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسام اتفضل. هشام الفيوم. عفوا هشام اتفضل. ازيك يا دكتور مصطفى؟ اهلا وسهلا استاذ هشام. اكيد تعرفني. صوتك مش غريب علي بس شايف. هشام الازهري. يا الف مرحبا شيخ هشام، يا مرحبا. اشهد الله اني احبك. احبك الله، ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ، واشكرك على يعني بوستاتك الجميله يعني. ربنا يكرمك. ربنا يبارك في عمرك، والله يعني من حبنا لك حبينا نسمع صوتك كمان. تسلم يا حبيبي، ربنا يعزك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يرفع قدرك ولا يحرمك الدعاء ان يفرج الله كربنا ويجمعنا في بيوتك. امين يا رب العالمين. اللهم امين ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا يا استاذ حسام، ربنا يعزك، شكرا جزيلا. طيب احنا هنرد على اول سؤال استاذه صحاب. اللي هي بيستمر معاها فتره الحيض فتره طويلة، وانا مش عارف يعني ايه فتره طويله، لكن هي ادرى اذا كانت هي ده الحيض. بعض النساء بيبقى عندهم حاجه شبه نزيف، فما بتقدرش اللي هي تصوم كل رمضان. نعم. فهي بتقول ممكن اذكر ربنا ازاي او اعبد ربنا ازاي في رمضان. تمام، خلينا نقول ان فتره حيض، لان ده عذر شرعي. صحيح. للمراه يعني. طبعا من عظمة الإسلام أن دين شامل واسع لا يترك المسلم في حالة انعزال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. مش معنى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الإنسان في حالة جنابة له أن يذكر الله، قصة مس المصحف قصة فيها تفصيلات فقهية. صحيح. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى وهو من أقوى الأسلحة التي تقوي القلب وتعلي همة الإنسان وترتب الروح وتدحر الشيطان. فأنا أوصي أختي الكريمة أنها تكثر من سماع القرآن الكريم، حائض يجوز لها أن تسمع القرآن الكريم، وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تسمع دروس العلم. يعني مش معنى أنها انقطعت عن الصلاة والصوم ده عذرها الشرع اللي أعطاها هذا. صحيح. إنها معزولة عن الإسلام وعن العبادة. صحيح. لا، العبادة مجالاتها كلها مفتوح. أيضا الدعاء. صحيح. الدعاء هو العبادة بنص حديث النبي الصحيح. الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة. الأصح منه الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العلماء قالوا عن عبادتي يعني عن دعائي. فعندها الدعاء وعندها الذكر وعندها الاستغفار وعندها سماع الدروس العلمية، سماع القرآن الكريم. عايزة إيه؟ فضلك الصلاة والصوم ميجوا في وقتهم إن شاء الله. إن شاء الله، ربنا يكرمك. طيب، أم محمد ابنها توفى وهو عنده 12 سنة. نعم. وهو ما كانش لسه بلغ، وهي كان بيصلي وبيصوم وتقريبا معلمات صلاه ما شاء الله، ربنا يجعله يا رب ليها في الجنه، ياخد بايديها للجنه ان شاء الله. فهي بتقول هي كل شويه اخته بتحلم بيه، يقول لها انا في الجنه بس مش عايزه اجي الدنيا. فهي خايفه لا تكون هي قصرت او اللي هي وهو وحشها مش عارفه تعمل ايه. فربنا يصبر قلبها. عايزين نقول لها شوفي، انت فتح لك باب من اعظم ابواب الاجر والمثوبه. صحيح. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بكم حسنة؟ بغير حساب. يعني حساب مفتوح مع الله سبحانه وتعالى. دي أول بشرة. قال تعالى، وده من باب تحصين المطلق يا جماعة، ده هيحصل. معلش يا دكتور مصطفى، تاني نقول للناس بقى اللي فقدت ابنها سواء قبل رمضان أو في الحياة عامة وفقدت عزيز عليها، ومنهم الابن أو البنت، فحضرتك طمنهم بالآية تاني من فضلك. قال تعالى، يعني احنا اولا نعمل ايه امام هذه المصيبه؟ مصيبه الموت لعزيز علينا من اعظم المصائب. صحيح. يمكن طبعاً. المال او المنصب او شغل اي حاجه يتعوض، انما فقد الاحبه شيء صعب على النفس. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها ووضع قانون للاحزان، انا بسميه كده قانون الحزن. لما مات ابنه وفلذت كبد سيدنا ابراهيم، قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا
وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون فإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني تعاملا مع ما أوصى به القرآن. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جزاهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يمكن مع حبنا لمن مات هذه يعني هذه الأنفس ربما لم نكن نتحصل على هذا الأجر العظيم لو كانوا موجودين. كده كده إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا عايز أضرب مثل سريع للأم الكريمة الفاضلة، أبشري ابنك إن شاء الله إن شاء الله، وهذه رؤى صالحة وهو لم يجر على القلم، إنه في ميزان حسناتك، لأنه هو ما كانش متمسك بالصيام، بيصلي ويصوم إلا بتربيتك أنت، فأنت قدمت الخير ففتح لك بابا إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. عايز أقول بس مثل سريع لكل من فقد ولده أو عزيز عليه، ضرب مثل فاستمعوا له. قالوا إن لو مثلا الأب وابنه دخلوا السجن والملك بنفسه ملك البلد أو الحاكم بعت للابن ده أو أمر إن الابن هو أبوه في السجن في زنزانة واحدة، فأمر الملك بنفسه مش أي منصب آخر أن يتم الإفراج عن الولد أو الطفل وأبوه معاه أهو في نفس السجن، وأن يسكن في قصر الملك. إيه الأب هيكون إيه حاله؟ يقول لا أنا هخلي ابني معايا في الزنزانة، ده الملك عايزه معاه في قصره. خلاصة ما أقول هو قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق فين؟ عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا رب. طيب أخذ اتصال ونرجع. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك، اتفضل يا استاذ احمد. انا عايز اسال بس الشيخ عن حاجه كده، انا زوجتي يعني بيجي لها صداع مدام، صداع طول اليوم يعني على طول. اتفضل اخت حضرتك عندها صداع طول اليوم. انا يا فندم زوجتي تعبانه بيجي لها صداع على طول. صداع من فكره كده 24. طب سؤال حضرتك ايه؟ يعني الصداع ده من ايه؟ وبيوجع. طيب انا عن الصوم يعني تصوم ولا ما تصومش، ولا بيسال هل علاقه الصداع بالاتصال؟ طيب معنا حد تاني يا جماعه؟ طيب احنا هناخد بقيه الاتصالات بس نكمل النقطه دي. عايزين نقول للناس بقى الشيطان، معنى كلمه الشيطان ايه؟ الشيطان برضو لما دايما نبحث في جذر الكلمه او اصلها بنرجع للمعاجم اللغويه بتدينا اضاءه معين. الشيطان من شطنة أو شطط، من الابتعاد، ابتعد بعيدا. حتى كلمة الشاطئ اللي هو بعيد عن عن البحر، الشطآن وهكذا، نفس المادة بيدور حولها المعنى، وهو ابتعد وطرد، إنه هو ضل ضلالا بنفس القرآن، ضل ضلالا بعيدا، يعني مش ضلال قريب يتوب منه، إنما ضلال لا رجعة منه، وهو أبى أن يرجع. صحيح. وأبى واستكبر. أنا أول ما إن شاء الله هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، وهسيبكم مع ذكر الله عز وجل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن قوة الاستعاذة بالله عز وجل. شيخنا الجليل، عايزين نقول للناس يعني إيه الرجيم الشيطان؟ ليه ربنا عز وجل ما قالش الشيطان وما قال يعني الشيطان مفردة من غير رجيم؟ ما هو الشيطان حضرتك لسه قلت لنا اللي هو المبعد. من رحمة الله عز وجل، ليه ربنا أراد اللي هو يجعل اللي هو اسم الشيطان مقترن بالرجيم؟ طبعا دي فيها معنى لطيف قوي، يعني فيها تقوية لنفس المستعيذ، إن هذا الذي ربما يخيفك، هذا الذي يتربص بك الدوائر والعداوات اللي هو عدوك الأول وهو الشيطان، اللي قال أنا معركتي مستمرة لأحتنكن ذريته شهر ولا سنة ولا سنتين ولا 10 سنين إلى يوم القيامة. يعني هو محدد استراتيجية المعركة مع بني آدم. طب عدوه بهذا الشكل، لا تنسى
ربنا عايز يقول للمسلم ويستعيه وانت بتستعيذ، انا بفكرك ان هو مرجوم مطرود، يعني في اقصى حالات ضعفه لانه تمرد على رب العزه والجلال. ولذلك يا استاذه انا يعني معركتنا مع الشيطان معركه تصور، لازم نحددها الاول عشان لما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نستحضر المعنى ونستحضر العداوه مع هذا المخلوق اللي عايز يفسد علينا صيامنا وصلاتنا وعبادتنا وعلاقاتنا مع بعض ومع قرايبنا ومع الناس. صحيح. يعني لانه هو دي معركته، عايز اكبر قدر من الناس من بني ادم من ذريه خصيمه الاول اللي هو ابونا ادم ياخدهم معاه الى جهنم. يبقى الحكمه من اللي ربنا عز وجل يخلي اسم الشيطان مكون بالرجل تذكره إن هذا الذي تستعيذون بالله منه اطمئنوا، فأنا رجمته وأنا أبعدته وأنا طردته من رحمتي بعدلي وبحكمتي، لأنه هي دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها واللي دايما أستحضرها أشعر بمدى هذه الفظاعة والشناعة وهذا الجرم الكبير اللي ارتكبه الشيطان في حق نفسي وجعلنا يعني منتبهين لهذه العداوة. لما إنسان مهما يكون نسبة الشر والحسد والحقد والأمراض القلبية اللي هو فيه ويتحط في بيئة كلها أنبياء وكلها صحابة وكلها صالحين وكلها قانتين، ألا يتأثر؟ صحيح. يعني هو واحد في وسط كله طاهر كله جميل كله نظيف، مش المفترض أنه يتأثر؟ صحيح. إنما الشيطان واقف وشايف ملايين مليارات الملائكة أمروا بالسجود فسجدوا، فسجد بنص القرآن كده فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ألفاظ الشمول أهي مفيش واحد تخلف. مين اللي سجد يا رب؟ الملائكة، أطهر وأنقى الخلق وأقرب الخلق إلى الله، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فمخلوق بهذا التمرد وهذه الصخرية وهذه الحجرية وهذه المشاعر الجامدة وهذه البلادة يرى جموع الملائكة بهذه الأعداد الهائلة تسجد ولا تتحرك فيه شعرة، والذي أمر بالسجود هو الذي خلقك، طب ليه مش عايز تسجد؟ أيضا من ضلاله أنه يعترف بأنه الله هو الذي خلقه وهو الذي خلق آدم الذي أمره أن يسجد له. طب ما أنت معترف أنك مخلوق وبتعترف أن ربنا اللي بيأمرك ده سبحانه وتعالى هو الذي قال خلقتني أنا خير منه، وبعدين يعترف خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني وخلقته، طب اسجد للذي خلقك وخلقه. طيب شوفي هذا التمرد ألا يستحق أن يكون رجيما طبعا. فدي تبقى موجودة في الاستعاذة عشان نتذكر جريمتها. ده هياخدني النقطة تانية. نعم. إنسان وهو بيسمعنا دلوقتي يقول لك إيه، طب ما هو عصى والإنسان بيعصي، ليه ربنا عز وجل ما غفرلوش وبيغفر للإنسان؟ هي قضية محسومة تكلم فيها العلماء كلام كثير لا يتسع طبعا وقت الحلقة إن إحنا نقول التفاصيل، لكن هناك فرق بين معصيتين. أيوه. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاعتراف يعني بالذنب فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو خير النفوس وأطهر عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده في الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك، شوف النبي بيستعيذ، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. طب النبي له ذنب؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن مقام العبودية وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والدعاء ده اسمه سيد الاستغفار، إنه في إقرار. لكن إبليس ياريته تاب، ياريته قال يا رب أنا تبت إليك، إنما هو أصر وتكبر، استكبرت أم كنت من العالين. صحيح. هو أصر على أن يكمل في هذا الطريق ولا يرجع. لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صحيح. الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. من غفلة الشيطان
ومن كبره قال بلسانه زي ما قال القرآن الكريم، يعني اللي هو الطرق اللي بيغوي بيها الإنسان. نعم. فإحنا عايزين نقول بس الناس إيه الطرق اللي الشيطان بيخش لينا، إيه مدخل الشيطان للإنسان؟ دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. أن أعطانا خطط العدو وحيله وخريطة شغله عمله معانا. أيوه. هذه. صحيح. من رحمة الله علينا سبحانه وتعالى. سبحانه. قال أدي عدوكم وعدو مبين، إن الشيطان الإنساني عدو مبين. واتخذوه عدوة. وحتى بين لنا إنها معركة بكل المعنى الحربي للمعركة. إن الشيطان لكم عدو، كلمة عدو لفظة حربية. صحيح. فاتخذوه عدوة في مقابلته، عداوة مشتركة. إنما يدعو حزبه حزب الله، دي ألفاظ حربية فعلا. صحيح. إنها معركة حقيقية. صحيح. مش واخدين بالنا. صحيح. ليكونوا من أصحاب السعير. دي النتيجة البائرة والخاسرة اللي عايز يوصلنا ليها الشيطان. طيب فين مخابئ الشيطان؟ هيقعد فين عشان نحذره؟ أيوة. دي مجهولة ولا معلومة؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن أنطق بها الشيطان نفسه. قال أنا مش هسيبهم. ما سابوش كده، إنما تركه الله سبحانه وتعالى فاعترف كما اعترف بخالقية رب العزة والجلال، خلقتني. صحيح. من نار وخلقته من طين عشان تبقى حج عليه. صحيح. إنك اعترفت بأنه خالق، خالق آمر. صحيح. لكنك أبيت أن تسجد. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بس عرفنا بقى قاعد فين صراطك المستقيم. كل ما يدعو الله سبحانه وتعالى إليه المسلم، ولا يدعو رب العزة والجلال المؤمن إلا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، يبقى ده اسمه إيه؟ الصراط المستقيم. اللي هو كل أوامر الإسلام، كل طريق خير رأينا فيها الحكمة ظاهرة أو خفية. لكن أنت عارف أن لن يأمر بأمر فيه حكمة إلا الحكيم سبحانه وتعالى. فاطمن بقى. عرفت الحكمة من هذا أو لم تعرفه، أنت مطمن الذي أمر هو الحكيم سبحانه وتعالى. فتعامل على هذا الأساس بأسماء الله وصفاته عز وجل. فقال الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، طب ما احنا في الفاتحة ملناش غير كل صلاة في كل ركعة لازم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا يا رب. طيب احنا يعني نقعد في طريق الشيطان؟ لا، ده طريقنا. انما الشيطان هو اللي قاعد، هو اللي قاطع الطريق. صحيح. عشان كده قول انتم مش هتمشوا لوحدكم، لازم تستعينوا بي. صحيح. إياك نعبده، لو العبادة لوحدها مش هنقدر. صحيح. لأن في واحد عمال يخطفنا قاطع طريق. وإياك نستعين على أن احنا نكمل في هذا الطريق. طيب. مش بس كده، هذه الحركة الدائرية اعترف بها الشيطان أنه عمال يلف. أنا انتصرت عليه من اليمين يجي لي من الشمال، انتصرت عليه جالي من الأمام، انتصرت عليه بإقبالي على الله يجي لي من الخلف. هذه الحركة الدائرية المحيطة اعترف بها الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم. شوف بألفاظ التوكيد. لآتينهم من بين أيديهم ومن قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عشان كده مأساة البشرية وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. طيب هو طب لماذا لم يقل ثم لآتينهم من فوقهم؟ هو قال الأربع اتجاهات، وفي جهتين فوق وتحت ما ذكرهمش. نعم. مع ان هو الشيطان بيجري فينا مجرى الدم. ليه ما بيجيش من فوق او من تحت؟ دي هذه من اللطائف اللي العلماء انتبهوا ليها وقالوا هو قال لآتينهم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طب فوق وتحت لم يذكرها. لا يستطيعها في حاله واحده، لان السماء هي قبلتنا للدعاء. صحيح. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فنحن بنقرب ده السجود. لكن الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أدى الدعاء. طيب موضع السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. يبقى فإني قريب في الدعاء وفإني قريب في السجود. يعني فلا يستطيع الشيطان أن يقترب من حمى المولى تبارك وتعالى. ما قدرش يقطع الصلة اللي بيننا وبين المولى عز وجل فوق وتحت. إذا كان في الصلاة كل ما يستطيع أن يفعله محاولة إفساد الصلاة. يعني إشغال الإنسان اللي هي الوسوسة. وكل شيطان موظف، شيطان الوضوء اسمه الولهان زي ما جاء في السنة، شيطان الصلاة اسمه
خنزب او خنزب، يعني موظف اتباعه يعني عشان يفسد. ملهوش سلطان على الانسان غير الوسوسه بس، ليس له سلطان. هو دي نهايه او اقصى حيل الشيطان ان يوسوس، والوسوسه مش سهله. لو الانسان لم يستعذ بالله، لم يدخل في كنف الله في حراسته وحمايته وفي معيته، ياكله هذا الذئب. والشيطان بيستفرد بالانسان، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. الانسان لو شرد بعيدا عن اهل الخير واهل الطاعه ومن يذكرونه بالله، خلاص يقتنصه الشيطان ويفكروا بكل شيء يضر دنياه واخراه. لان الشيطان مش بس عايز يفسد العبادات، ده يفسد مصالح الانسان في الدنيا. لان هو انسان واحد علاقه مشتركه بين مصالحه الدنيويه ومصالحه الاخرويه. ولذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما يصلح الانسان كله. صحيح. اللهم اصلح لي ديني الذي فيه عصمه امري. صحيح. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب انا هرد على الاستاذه خديجه، والوقت بيعدي مع حضرتك بسرعه جدا، ربنا يعزك. الاستاذه خديجه كانت بتقول انا في الاذكار في الصباح انا بقول اعوذ من شر نفسي قبل الشيطان. ليه ربنا عز وجل، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاذكار قدم النفس على الشيطان؟ هذا الذكر طبعا من اذكار الصباح والمساء، ودول مهمين جدا في حياه المسلم، ينبغي ان نعلمهم اولادنا ونساءنا ونتعلمهم اذكار الصباح والمساء. فيهم الخير كله، مش مجرد ذكر وعبادة. صحيح. ده فيهم التحصين من مما نرى ومما لا نرى. ده اللي احنا خلق الإنسان ضعيف. طب اللي احنا مش شايفينه، الشر اللي جاي لنا كيف نستعيذ، هي أذكار الصباح والمساء، ومنها هذا الذكر. اللهم عالم الغيب والشهادة بدايته كده، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت. وبعدين أعوذ بك، كل المقدمة دي ليه؟ صحيح. مقدمة الرجاء والضراعة والتوحيد، ده الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ماليش غيرك أدعوه. في الآخر يطلب أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، الكفر يعني، أو وشركه يعني مصيدته أن يصطد دي، ودي صحيحة يعني، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ده نص الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب إزاي يقدم الاستعاذة بالله من النفس على الشيطان؟ طب يعني أنت بتقول لنا الشيطان هو يعني كتلة الشر المحض. صحيح. في هذا الوجود. لكن لا، أقول لك تعال نرجع لبداية الخلق. قابيل وهابيل، أو ابن آدم، لما ربنا سبحانه وتعالى عبر عن كوامن الشر في نفس من يريد القتل، ما قالش فوسوس له الشيطان قتل أخيه فقتله. قال، شوف الألفاظ ودقتها، ألفاظ القرآن، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نفس الأمارة بالسوء. شوف شوفي خطورة الأمر. الشيطان بمجرد أن نذكر الله سبحانه وتعالى أو نقوم إلى طاعة، نقلق يخنس، هو خناس من شر الوسواس الخناس. صحيح. لكن ولذلك آخر رنة في المصحف، إذا صح هذا التعبير، قبل ما نختم القرآن، وربنا يرزقنا في رمضان ختمات عديدة مقبولة يا رب العالمين، قبل ما نقفل المصحف وعشان نفتح الفاتحة والبقرة من جديد، آخر لفظة استعاذة في سورة الناس اللي هي في نهاية المصحف، من الجنة والناس. ده آخر استعاذة بالناس، مش من الناس والجنة، من الشيطان لا، شياطين الإنس والجنة. ومعرفنا مع الناس. صحيح. حدث ولا حرج، ربنا يعصمنا من الزلل ويرزقنا نفسا طاهرة يا رب العالمين. ربنا يكفينا شر الأذى يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكانت حلقة رائعة، وربنا يبارك فيك. شكرك، ربنا يبارك فيك، وإن شاء الله يبلغنا رمضان ونستبشر كده، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وإحنا بنتكلم على الشيطان وصفضت وسلسلة الشياطين، فالجو مهيأ كله لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومصر بدون كورونا وأي وباء
وأي بلاء يا رب العالمين. ستظل هذه البلد إن شاء الله، كنا زمان يسموها مصر المحروسة، وهي كذلك بطيبة قلب أهلها وشعبها، وإن شاء الله بإذن الله متفائلين إن اللي جاي هيكون أحسن بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا أستاذ أمير. كان معنا شيخنا الجليل الشيخ مصطفى الأزهري من علماء الأزهر الشريف. عايزة بس أقول لكم حاجة، من الحلقة الجاية من برنامج أمية الخير إن شاء الله هنكون معاكم كل يوم حد وأربع في رمضان الساعة 4. هنعمل إيه بقى؟ هنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأكتر الحاجات اللي أنا سعيدة بيها اللي من ساعة ما ابتدينا برنامج أمية الخير، وإحنا نفسنا نعمل الخير للناس كلها، نفسنا نقدم خير، والله وكلنا في قلبنا خير للناس كلها. حتى كل برنامج بيبقى مبسوط قوي لما حد بيساعد حد او حد بيقدم خير لحد، فربنا عز وجل كان اعلم بالنية سبحانه وتعالى وشايف قلوبنا، فربنا عز وجل اكرمنا في رمضان اللي احنا ربنا يجعلنا سبب نقدم خير كبير قوي لناس كتير قوي. وان شاء الله في رمضان ان شاء الله هننزل ونوريكم ازاي اسعدنا قلوب ناس كتير قوي، ويا رب تكونوا انتوا كمان سبب في سعادة الناس دي في وقت المحنة اللي احنا فيها. ربنا يا رب يفك كربنا جميعا، ناس كتيرة قاعدة في البيت او قاعدة من شغلها، او حد يتيم او ست ارملة كانت بتشتغل شغلة وشغلتين وغيرها، ودلوقتي الدنيا قفلت ومفيش شغل، فالناس دي من حقها علينا كمسلمين ومؤمنين ومن الانسانية اللي احنا نساعدهم. فإحنا على قد ما نقدر هنحاول نكون سبب ولو صغير قوي إن إحنا نسعد إنسان، وإنت كمان ممكن تسعد إنسان. والله ابتسامة يتيم أو دمعة ست أرملة أو حتى واحدة ما عندهاش مصدر رزق، فلما أنت تكون سبب في رزقها ما هو جوه رزقك أرزاق ناس تانية، فخلي ربنا عز وجل يوسعها عليك زي ما أنت وسعتها على الناس. وافتكروا دايما اسم الله عز وجل الواسع، فربنا عز وجل يوسع علينا جميعا. وانا سعيده ان كلنا هنشوف الخير ده في رمضان، وان شاء الله هستقبل اتصالاتكم عشان تشاركونا الخير ده باذن الله. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا حبيبي.